بالنسبه ليا لو موفمون لي فام سور لور 31 هو واحد الحركه جات في الوقت ديالها المناسب. علاش؟ لانها غادي تخرج المراه من داك الاطار الضيق والنمطي اللي حصرها فيه لو 8 مارس. دونك انا كنت سعيده جدا ملي سمعت على هذه الحركه، اولا لانها غادي تمكننا اننا ما نبقاوش محصورين في يوم واحد، 31 يوم 31 مراه تقريبا غادي يكون هاد الحركة غدا وكتكبر. شفنا الموفمون الأولى، دابا كاين الموفمون الثانية وإن شاء الله غادي يكونوا واحد آخرين. فهادشي كيفرح أننا كنساء في الميديا وعاملات في هذا المجال اللي هو مهم جدا بالنسبة للمرأة، أننا نديروا يد في يد من أجل المرأة في هاد الحركة، من المرأة إلى المرأة، وهذا شيء مهم وأساسي في هاد الحركة. بالنسبة لي أن هذه الحركة مني قررت أنها توضع المرأة في الإطار الصحيح ديالها، أنها تخدم القضايا ديال المرأة، أنها تخرج المرأة من ذاك القولبة ومن هذاك النطاق الضيق إلى نطاق أوسع. هذا شيء مهم لأن المرأة ضروري أننا نزيد بها القدام، أننا نحاول نساندوها نوجهها في هذا. يعني مني تنقولوا أن هذه الحركة قدرات أنها تجمع عدد من النساء باش يخدموا المرأة، لأن ما كاينش اللي كيفهم المرأة قد المرأة. والمرأة ملي غادي تكون أنها كتفكر بالتفكير ديال المرأة غادي يكون غادي نخلقوا فضاء أوسع، غادي نزيدوا بها القدام، غادي نحاولوا أننا نرسموا واحد الطريق اللي هو يعني بريسيز دقيق جدا باش نوصلوا للأهداف اللي مسطرها هاد الحركة. وهذا شيء جدا لينا حنا كنساء عاملات في الميديا من أجل المرأة اللي في دومين آخر، يعني غادي نكملوا بعضياتنا إن شاء الله من خلال هذه الحركة. بطبيعة الحال هذا الشيء بدل فيا بزاف. علاش؟ لأن من قبل كانت بالنسبة لي نهار واحد هو اللي كنحتفلوا بالمرأة، ورود، هدايا، صور، صافي سالا داك النهار كنرجعوا للشيء اعتيادي. يعني ما كان يعني للاسف ان كنشوف ان مني لومي مارس ما بقاش عنده داك القوه الكبيره اللي كانت عنده كما قبل، يعني لظروف بزاف في الالفيه الثالثه اللي كان خاص واحد الدم جديد، نبض جديد، فكر جديد فجمع هاد الحركة. فأنا تبدلوا فيه بزاف الحوايج وعطاني واحد الحماس واحد القوة أن نخدمه كفريق باش يعني 31 يوم أننا نخدمه المرأة، ماشي نهار واحد ولكن راه 31 يوم، 31 سيدة كما كنقولوا مرأة وقادة وغادي تقدر أنها يعني تخلق شي حاجة. لأنها متفائلة جدا جدا بالقوة ديالنا وبالاتحاد ديالنا أننا غادي نزيدوا القدام. وهذا الشيء يعني احنا متحمسين وأنا متحمسة وكاع الناس والنساء اللي في هذه الحركة أكيد أن عندهم نفس الإحساس. أنا عندي شعور أننا عندنا نفس الإحساس ونفس القوة ونفس الحماس إن شاء الله. بيان سور انا متحمسه بزاف بزاف بزاف. اولا المراه خصها تكون زوينه، هذا ما غاديش نخرجوا نكذبوا على ريوسا نقولوا لا حتى وحده ما كتبغي تشوف راسها زوينه. اكيد ملي كنشوفوا في المرايا كنشوفوا ان المراه خصها تكون زوينه، ماشي جميله جميله ولكن جمال داخلي وخارجي. انا كنشوف المراه تكون جميله، قويه، ذكيه، طموحه، واثقه من نفسها، محبه ومعطاءة، وهذا الشيء كله يقدر يخلق لنا امرأة ناجحة. 10/10 برافو عليك.